هذه المحققة عندما يأست انتقلت إلى الأسلوب الآخر، قالت أنتم تدعون أنكم مسلمون والله سبحانه وتعالى والله ينصر المسلمين، لكن الله لم ينصركم، وهذه الدولة التي كانت تحكم بإسلامكم سأسقطناها، وأنتم الآن أسرى في أيدينا، فهذا معناه أنكم أن الله ليس معكم وأن الله لا يحبكم، لو أحبكم لنصركم. فقلت هل أنت تؤمنين بأن عيسى ابن الله؟ قالت نعم بالطبع. قلت هل تؤمنين بأنه صلب؟ قالت نعم. قلت لماذا تركه يصلب ويعذب وهو على الصليب حتى كان يقول يا إلي لما شبقتني، يعني يا الله لماذا تركتني؟ هل معناه أن الله يكرهه؟ فقالت shut up.